يعني شنو هي استعداداتك لمباراة غدوة؟ ان شاء الله حاضرين كما يلزم. يظهر لي ما ثماش برشا وقت ما بين المباراه نتاع سيدي بوزيد والمباراه هذه. احنا ديريكت بعد ما مباراه سيدي بوزيد تحضرنا، دخلنا نحضروا في المباراه نتاع حمام النمف. ديجا بعد الماتش ديريكت في الفستير عملنا لي بان دو غلاس، بدينا في ريكوبيراسيون، مشكور الاطار الطبي اللي قام بعمل كبير. بدينا ديريكت نخمم في المباراه هذه، مباراه كاس، مباراه تهمنا برشا. مباراه كاس ديما تقعد عند الشارم نتاعها، عند الخصوصيات نتاعها. ان شاء الله نكونوا حاضرين كما يلزم غدوه، سيرتو انه النادي الصفاقسي فوق الميدان نتاعو قدام جماهيره وما يساومش. ان شاء الله كما قلت لك نكونوا حاضرين، وان شاء الله نترشحوا غدوه ان شاء الله. والله هو ديما المدرب يلقى المشاكل في الـ في الـ في الافكتيف، كي تبدا عنده افكتيف خير من اللي يلقى المشاكل وما عندوش افكتيف. احنا فرحانين برشا انه اليوم عندنا الشواء هذا في كله يخدم مصلحه النادي. صحيح انه باش تكون ديما الكره فيها الظلم، فيها ما يتبقينا ديما احنا نشوفوا الانتريدي كلوب اللي باش يكون جاهز اكثر، اللي باش يكون حاضر اكثر، اللي نراو فيه انه باش يعاون اكثر هو اللي باش يكون موجود. وديما لا كونكورونس والتنافس هذه ديما تخدم الفريق وتخلي ديما اللاعبين يتنافسوا. الكره فيها المنافسه، وديما هذه كيما قلت انا باش يكون ديما بور الانتريدي كلوب. بعد الانتصار بثلاثة أهداف في سيدي بوزيد، شنو هي الرسالة تحب توجهها للنادي الرياضي الصفاقسي، للجمهور النادي الرياضي الصفاقسي اللي ينتظر في انتصار هام في مباراة غدوة؟ ان شاء الله الجماهير نتاعنا عودتنا ان تقف مع الفريق نتاعها، تدز مع الفريق نتاعها من الاول لاخر. انا ديما نقول الجماهير نادي الصفاقسي ماهيش اللاعب رقم 12، هي اللاعب رقم واحد. ان شاء الله غدوه نوعدوهم بمردود طيب، وان شاء الله غدوه يكونوا موجودين، وان شاء الله غدوه ننادي لهم الترشح ان شاء الله.